الحمد لله رب العالمين وصلنا بالسلامة المملكة الهاشمية الأردنية للمشاركة في بطولة نادي الأجيال لغرب آسيا لكرة السلة المتحركة للمعاقين. احنا متأملين ان شاء الله بهذه البطولة ان شاء الله التوفيق والتوفيق لجميع الفرق المشاركة. الهدف من هذه البطولة هي تجمع اللاعبين من جميع الدول، واتمنى للجميع ان شاء الله التوفيق في هذه البطولة. عنان لبادة رئيس الوفد الفلسطيني، رئيس الوفد الفلسطيني اللي احنا جايين باسم نادي القدس. طبعا احنا منشارك ببطولة اجيال الغد للمرة الرابعة على التوالي، وهاي البطولة احنا بنعتبر نفسنا منظمين او شركاء فيها البطولة، ولا نعتبر انفسنا مجرد مشاركين او ضيوف، وانما منظمين ونعتبر أنفسنا أصحاب بيت في الأردن الشقيق الرابط الذي يربطنا بها الدم والنسب وكل شيء جميل يربطنا في هذه البلد الجميلة. وطبعا بطولة أجيال الغد يمكن البطولة الوحيدة التي تنظم على مستوى منطقة غرب آسيا، لا بل على مستوى المنطقة العربية، والتي يشارك فيها دول المنطقة، مما يعود بالفائدة على رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة، وتعتبر بطولة ضرورية جدا لتنشيط هذه الرياضة لإعادة إحياء رياضة كرة السلة في المنطقة وإعادتها للمواجهة لتعود مزدهرة كما كانت على المستوى الإقليمي، المستوى العربي، المستوى الدولي بإذن الله تعالى. عبد الله سليمان أنصيان، رئيس نادي الرس لذوي الإعاقة، ونمثل احنا الوفد السعودي المشارك في هذه البطولة التي تضم مجموعة من الأندية، مثل أندية في دولة الكويت وفلسطين والأردن ولبنان، ومجموعة من الأندية.
إن شاء الله يعني تعتبر هذه البطولة من البطولات اللي تطور اللاعبين، تنمي فيهم الخبرات، والتي إن شاء الله لا تعتبر المشاركة الأولى، ولكن إن شاء الله من المشاركة القادمة سنتحمس لأن ندعم هذه المشاركات التي فعلا تقوي كرة السلة لذوي الإعاقة الحركية. نتمنى أن تكون هذه البطولة في أجمل صورها، وفي بدايتها كانت فعلا جميلة، استقبال جميل ورائع، ونشكر نادي المنظم لهذه البطولة أجيال الغد لتنظيم هذه البطولة، ورئيسها فعلا المكافح، ونعتبره مناضل لحرصه على تنظيم هذه البطولة التي إن شاء الله تتكلل بالنجاح، وإن شاء الله مستقبلا نتمنى أن تكون في دول أخرى لفعلا تنمي هذا الحماس في الأندية الأخرى. أهلا أستاذ ظاهر، أنا عارفك بتصور، لو في الباص مسكر ولا شبابيك ولا شيء، بس الأمور تمام، هاي من عند أبو سيف دي شوية بردات من عند الشباك في شيء من الآخر، الله يسعدك يا عمي. هنائي الوز رئيس الاتحاد العربي السوري للرياضات الخاصة، أمين عام اللجنة الأولمبية السورية، طبعا كل الشكر والتقدير لإدارة نادي أجيال الغد يلي أعادت البسمة للاعبين كرة السلة. طبعا نحن بنعرف أن كرة السلة بالمنطقة غرب آسيا سابقا إن كانت على مستوى أندية أو على مستوى بلدان غرب آسيا كانت نشطة وكانت مميزة، بس نحن ظروف الحرب على سوريا صار في انقطاع، ما عاد عرفنا مستوانا على مستوى بلاد المنطقة، وطبعا نحن ظروف يمكن حرب جائحة الكورونا اللي صارت، صار كمان مو انقطاع عن المباريات، صار انقطاع عن التدريب. فالحمد لله التواصل مع إدارة نادي أجيال الغد وكونه بلاد يعني جايين على بلدنا الشقيق الأردني بلد النشامة، طبعا بتواصلنا مع الأخ والأستاذ المحترم محمد الخزعلي صار في تواصل، ونسرينا كثير نحن بإقامة هيك بطولة، وإن شاء الله بتكون استمرارية للسنوات الجاية. فادي قدسي رئيس نادي النهضة المعوقين حركيا في إربد، مندوب عن النادي على كرة السلة. طبعا نشكر نادي أجيال الغد على استضافته للدول المجاورة للمشاركة في كرة السلة. طبعا المشاركين إن شاء الله يعني فريق من السعودية، فريق من سوريا، فريق من فلسطين، فريق من الكويت، وبإضافة الفريقين اللي من الأردن اللي هو نادي أجيال الغد وفريق نادي النهضة المعاقين حركيا في الشمال. محمود إبراهيم عبد العزيز من مصر، حكم دولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وأيضا رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة.
دي ثالث مشاركة ليا في بطولة نادي أجيال الغد في نسختها الخمسة. جاي بدعوة كريمة من نادي أجيال الغد اللي بنشكرهم جدا على المجهود الكبير اللي هم حاولوا يعملوه لإنجاح البطولة ديت واستمرار البطولة على مدار الخمس دورات اللي فاتوا. وبصراحة مجهود يشكروا عليه جدا ومجهود أكتر من رائع في ظل الظروف اللي العالم كله عايشها، فيروس كورونا والمشاكل اللي فيها والحظر من السفر والكلام ده كله، بس ما شاء الله مجهود كبير قوي منهم إن هم ينجحوا في جمع العدد ده كله من الفرق للمشاركة في البطولة، فرق من الكويت، من السعودية، من فلسطين، من سوريا، وفرقتين من الأردن. فألف شكر ليهم على مجهودهم الكبير ده، وإن شاء الله نتمنى نجاح البطولة واستمرارها في الأعوام القادمة إن شاء الله. الحكم الدولي عبد الرحمن الشمري من دولة الكويت. دعوة من أجيال نادي أجيال الغد للنادي الكويت الرياضي المعاقين في الكويت. احنا بصراحة دائما نكون أي دعوة توصلنا من نادي أجيال على طول نلبي هذه الدعوة. السبب لأن نادي أجيال بحاجة، احنا بحاجة لهذه البطولة. التعارف اللي قاعد يصير، التعاون، المشاركة، هذه كلها تفيد الفرق. فالفرق الموجودة، الفرق الأندية العربية الموجودة هنا في غرب آسيا تعتمد على التعاون بينهم، وأكثر من البطولات والأمور هذه كلها بحاجة للفرق خصوصا الفترة هذه. فمشكور أجيال نادي أجيال الغد للاستضافة هذه، لأن الفترة اللي طافت الكل كان في ركود، الآن يشاركون يعني فرصة لإخراج مواهب اللاعبين خصوصا في بعض الأندية في تجدد، فهذا كله من مصلحة الأندية والفرق. مرحبا، أنا بتيلة معمر، مصنفة دولية في كرة السلة على الكراسي المتحركة من فلسطين. موجودين إحنا هون مع نادي القدس للمعاقين من فلسطين، بالإضافة لشغلي بموضوع التصنيف للمباراة راح أكون أنا وزملائي موجودين عشان نصلم في اللاعبين اللي لسه معهم مش تصنيف دولي. سعيدة جدا بهاي البطولة اللي بتنظمها أجيال غد كل كم سنة، خصوصا بعد الفترة اللي مرت فيها المرحلة من الركود بسبب جائحة كورونا وهاي الأمور. راح يكون كثير عظيم إنه نبلش نرجع للشغل وللعب مع الفرق الموجودة واللاعبين عشان تبلش نرجع تفاعل أكثر مع الباسكتبول الموجود في البلد. بتمنى إنها تكون بداية لأنه يرجع كل الشغل للمباريات القادمة وتحضير لكل البطولات الجاية بالفترة الجاي. بهاء الدين عادل الخطيب، حكم دولي كرة سلة كراسي متحركة، لجنة فنية. حقيقة هذه البطولة، بطولة أجيال، البطولة التي ينظمها نادي أجيال الغد على مدار عدد كبير من السنوات أصبحت من البطولات الراسخة في مجال كرة سلة الكراسي المتحركة. وفي الحقيقة نشكر جزيل الشكر نادي أجيال الغد على عمله الدؤوب لعمل هاي البطولة بمجهود في الحقيقة كبير جداً. بطولة كبيرة فيها عدد من الفرق جيد من دول مختلفة في ظل الظروف بعد جائحة كورونا، هذا يعتبر فخر للأردن ولنادي أجيال الغد. غالب مومني، حكم دولي كرة سلة متقاعد بالفيبا، حكم دولي كرة سلة كراسي متحركة، عضو غرب آسيا في الكراسي المتحركة لكرة السلة. عاملين بطولة باستضيف نادي أجيال الغد من الأردن، دورة بطولة تنشيطية لإعادة اللعب بعد جائحة كورونا، بيشارك فيها عدد من الفرق من الدول العربية بالإضافة لناديين من الأردن اللي هم أجيال الغد ونادي النهضة. وهذه البطولة راح تكون باكورة العمل وبداية عمل بعد جائحة كورونا، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون بداية موفقة. واستضفنا برضو عدد من الحكام والمصنفين من الدول العربية الشقيقة. يعني احنا لما نتكلم عن بطولة أجيال الغد لكرة السلة على الكراسي المتحركة لمنطقة غرب آسيا، نتكلم عن جهد ونتكلم عن تنظيم ونتكلم عن إعداد يفوق أي تصور، خاصة يعني في هاي النسخة الخامسة. طبعا احنا خارجين من جائحة كورونا والكل يعني صار عنده شغف انه يشارك ويلعب بالرياضة، لكن في بعض الظروف الموجودة في بعض الدول العربية اللي دائما هي بتشارك معنا
حدت ومنعت ممكن مشاركتهم، إلا أنه الحمد لله كان فيها المرة يعني نسخة، في هاي النسخة بالذات يعني الحمد لله عدد من الفرق لا بأس به. هالمرة صار فينا توجه أنه إحنا العمل هذا والجهد هذا اللي إحنا نشتغله لازم الكل يشوفه ولازم الكل يتعرف عليه، وحتى نبين بالرغم من قلة الإمكانيات وشح الموارد إلا أن الحمد لله في عمل وفي جهد وفي تنظيم، وهذا مدعاة للجميع أنه هذا الباب مفتوح وهذا الطريق بيحتاج فقط لبداية حتى نشوف الملاعب ونشوف الدول المجاورة ماشي على نفس النهج اللي هو بالنهاية بيطور لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة في المنطقة العربية وبالذات في منطقة غرب آسيا.